الأجواء في العالمين الحقيقة متميزة وساحرة جدا طول الوقت، في فعاليات مختلفة ومتميزة بنشوفها كل يوم، وكل يوم في جديد. دلوقتي خلونا نروح لزميلي محمود جميل علشان نعرف منه آخر الفعاليات، ومحمود موجود في المنطقة الترفيهية. مساء الخير يا محمود. مساء الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين، بنرحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا بنتابع معاكم كل الأجواء المبهجة في مدينة العالمين. والحقيقة يعني امبارح عشنا ليلة فنية رائعة مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، ويمكن زي ما شفتوا في التقرير الناس كانت مبسوطة قد إيه، ويمكن من خلال وجودنا إحنا لمسنا كمان حالة إعجاب الناس الكبيرة بمدينة العالمين الجديدة. ويمكن لفت انتباهي امبارح كمان إن كان في ضيوف من الدول العربية المختلفة، كان من السعودية وكان من المغرب ومن تونس، يعني شفنا توليفة حلوة كده امبارح من الزائرين ومن الحضور من محبي الفنانة ماجدة الرومي. والحقيقة كانوا منبهرين بالحفل وبالتنظيم اللي كان موجود، وحقيقي حفل يليق بالفنانة الكبيرة طبعا، ويليق بجمهور مدينة العالمين الجديدة. ويمكن لازال الإقبال كمان مستمر على كل الفعاليات اللي موجودة وعلى مدينة العالمين الجديدة. واحنا معاكم دلوقتي في المنطقة الترفيهية وتحديدا في النورث سكوير، بنرصد لكم حالة الإقبال اللي موجودة. يمكن المنطقة دي اتغيرت تماما من النسخة الأولى للنسخة الثانية، فده بيدل على مدى التطور الكبير اللي موجود، وبتراعيه طبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أنها تقدم مزيد من الخدمات المتنوعة للزائرين ولرواد مهرجان العالمين الجديدة. يمكن احنا بنشوف عدد كبير من الزائرين اللي بدأوا يتوافدوا على كل مكان موجود هنا في مدينة العالمين الجديدة، مع حالة الطقس كمان الجميلة اللي موجودة، فبالتالي كل الناس الحقيقة بتستمتع بكل الأجواء اللي موجودة، خاصة الحالة الفنية اللي موجودة على الجانب الآخر دلوقتي في المدينة التراثية وفرقة طبلة الست. ويمكن كمان دي من الفعاليات اللي موجودة أو تاني حفلة فنية موجودة لبرنامج طبعا وزارة الثقافة والحفلات الفنية اللي بتكون في المدينة التراثية. على الجانب الآخر كمان الحفلات أو الفعاليات الرياضية كانت مستمرة معانا النهاردة برياضة الباراموتور، وما زالت موجودة في سماء مدينة العالمين الجديدة، وتواجدهم طوال أيام المهرجان لكل الناس اللي حابة ان هي تخوض تجربة الباراموتور، بالاضافة بالطبع الى انه كان في تجهيزات معينة لاستقبال مهرجان الطفل وهو مهرجان نبتة، وبعض الانشطة المختلفة الخاصة بالاطفال والخاصة بالاسرة والخاصة بالعيلة اللي كانت موجودة على الشاطئ النهاردة، وبيتم التجهيز ليها طبعا والاستعداد علشان ينطلق هذا المهرجان في اغسطس القادم. النهاردة كمان كنا بنتابع معاكم الاستعدادات اللي بتتم على قدم وساق فيما يتعلق بشارع الخدمة الصحية أو شارع الصحة اللي هيكون موجود في المنطقة الترفيهية، ودي الخدمات الصحية اللي هيتم انطلاقها بكرة إن شاء الله بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الصحة. هيكون في تواجد لكل الخدمات الصحية، سواء بنتكلم في سيارات متنقلة أو سيارات أو عيادات ثابتة، يعني وجود كل الخدمات الإسعافية المختلفة اللي موجودة في مهرجان العالمين، ودي خدمة بتتقدم طبعا من وزارة الصحة وحرص الشركة المتحدة على ان هي تقدم كل الخدمات المختلفة. فهيكون موجود في سيارات للإسعاف، هيكون في كمان المبادرات اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء 100 مليون صحة أو حتى في مبادرات خاصة بالصحة النفسية ومبادرات خاصة باكتشاف الأورام السرطانية، يعني كل الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة هتكون موجودة، بالإضافة بالطبع إلى بعض السيارات المتنقلة خاصة بالزيارات المنزلية، هتذهب للمنازل وهيتم فيها أحدث الوسائل الطبية المختلفة، هيتم تقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين. فاحنا بكرة إن شاء الله هنشهد انطلاقة قوية جدا وكبيرة جدا بحضور كل قيادات الشركة المتحدة وأيضا وزير الصحة والسكان. فبالتالي المهرجان بيحرص على مش بس التنوع في الفعاليات، لكن الخدمات كمان اللي بتتقدم. يعني احنا في النورث سكوير هنا وفي المنطقة الترفيهية في خدمات كتير جدا بتتقدم للمواطنين وللزائرين، سواء ببعض الماركات التجارية العالمية اللي بقت موجودة هنا في الساحل الشمالي، بعض المطاعم، الكافيهات، فكل الخدمات اللي ممكن يحتاجها رواد مهرجان العالمين الجديدة هيلاقوها موجودة طبعا. ده بالإضافة إلى أنه بيتم الاستعداد طبعا في النورث سكوير لاستقبال المسرحيات القادمة اللي هتبدأ طبعا في شهر أغسطس، المسرحيات اللي بتكون
بتكون بالتعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض. هنشوف نجوم كبار جدا موجودين في تقديم المسرحيات زي كريم عبد العزيز، إيمي سمير غانم، حسن الرداد. هنشوف التعاون الكبير اللي بيتم، وهنشوف طبعا سهرات خاصة بالمسرح وبالفن. وطبعا دلوقتي احنا بنتكلم في الأسبوع الثالث هيكون عندنا بطولة البادل. بطولة البادل هتبدأ في الأسبوع الثالث لمهرجان العالمين الجديدة، وفي تجهيزات بتتم كبيرة جدا في مدينة الألعاب الرياضية وفي ملعب البادل اللي هو شاهد من يومين طبعا مباراة قوية جدا بين فريق كابتن أحمد حسن وفريق كابتن سيد معوض، بالإضافة طبعا إلى وجود ملاعب كرة القدم والفولي بول والباسكت بول، بالإضافة كمان إلى أن بكرة هنستأنف الأنشطة الخاصة بوزارة الثقافة، سواء بنتكلم على السيرك القومي أو على الفرق الطنورة والفنون الشعبية، واللي الحقيقة الفقرات دي تحديدا بتشهد إقبال كبير جدا من الزائرين، خاصة من الأطفال وكمان من الأسر والعائلات اللي بدأوا خلاص يترددوا على منطقة الألعاب الرياضية والمنطقة الترفيهية علشان يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة. عايز أقول لكم كمان أن منطقة الأرينا بتستعد خلاص لكمان استقبال الحفل القادم للفنان تامر حسني يوم الجمعة الجاية. هيكون في استعدادات طبعا، وهيكون في استقبال لكل محبين الفنان تامر حسني بعد طبعا انتهاء حفل للفنانة ماجدة الرومي بالأمس. فكل اللي احنا بنشوفه من الإقبال على الفعاليات الفنية المختلفة والحفلات نقدر نقول ان النسخة التانية هتشهد إقبال كبير من الزائرين ومن طبعا الحريصين على ان هم يحضروا. يعني امبارح كنا بنتكلم مع الجمهور لسه في ناس مستنية بقى حفلات لعمرو دياب، مستنية حفلات لكايروكي، مستنية حفلات ويجز. فإذا يعني ودي نقطة مهمة جدا ان كمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت على التنوع في الحفلات الفنية، يعني كل الأذواق هتكون موجودة معانا في فعاليات المهرجان. اللي بيحب الفنانة ماجدة الرومي، اللي طبعا الكينج محمد منير، اللي بيحب طبعا ويجز، اللي بيحب كايروكي، كل الأذواق الفنية المختلفة هتكون موجودة في فعاليات مهرجان العالمين. ودي السمة اللي بتميز مهرجان العالمين خاصة في نسخته الثانية، ان احنا بنتوسع في الفعاليات المختلفة، خاصة ان احنا كمان هيكون عندنا مهرجان الطعام واللي هينطلق في شهر أغسطس. ويمكن ناس كتير جدا لما كنا بنتكلم معاها هم متحمسين يشوفوا المهرجان الطعام هيكون عبارة عن ايه، لانه طبعا هيكون في اكلات مختلفة مصرية وعربية، وهيكون في بعض الانشطة الخاصة بالاكل طبعا. فاكيد كل الناس اللي بتحب الاكل هتكون موجودة في المهرجان ده. فالحقيقة احنا يعني عندنا تنوع كبير جدا يناسب كل الأذواق، وكمان عندنا موتر ويك وعندنا سباق السيارات، وهيكون عندنا فعاليات جاية كمان. الاسبوع الثالث هيكون اسبوع قوي جدا في الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أو فنية، بالإضافة بالطبع يعني إلى الإقبال المستمر. ويمكن إحنا بنلاحظه كمان في الشواطئ صباحا، لأن طبعا مدينة العالمين الجديدة هي بيطلق عليها المدينة التي لا تنام. يعني الصبح الناس تقدر إن هي تستمتع بالشواطئ الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، تستمتع طبعا بالمية الجميلة مع حالة الطقس اللي بتكون جميلة أغلب الوقت في مدينة العالمين الجديدة، وخاصة الشاطئ المجاني اللي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمواطنين لدخوله بالمجان. فالحقيقة بنشوف إقبال على هذا الشاطئ على مدار اليوم، بخلاف طبعا الممشى السياحي اللي بيستقبل المواطنين في طبعا منتصف اليوم كده بعد هدوء درجات الحرارة. بنبتدي بقى نشوف إقبال المواطنين على الممشى السياحي والاستمتاع كمان بالمناظر الجميلة والأبراج والتقاط الصور، ونبتدي بقى نشوف على آخر اليوم وجودهم وحضورهم بقى للفعاليات المختلفة، المهرجان العالمين اللي موجودة في أكتر من مكان وأكتر من منطقة الحقيقة، اللي استعدت استعداد كامل لاستقبال كل جمهور مهرجان العالمين. وبالتأكيد هنتابع معاكم كل ما هو جديد في فعاليات مهرجان العالم عالمين. أكيد يا محمود هنتابع معاك، ويعني كل الأنشطة دي بأكيد أنشطة مميزة واستعدادات كمان من كل الجهات إنها تستقبل الزوار في المهرجان العالمي. بشكرك شكرا جزيلا محمود جميل.